السوق المركزي واحنا اليوم عند الجزار. نحكيو شويه اليوم على الاقبال المواطن التونسي على اللحم. واحنا نعرفوا ماذا برشا بيقول لك المواطن التونسي مازال معيد اليوم مازال ياكل في العلوش، وانا قاعد نشوف الفيترينه فارغه. يعني كيف الاقبال ما ثماش، العلوش ما فيش خدمه، الناس مازالت عندها اللحم في ديارها، وناس ما عندهاش فلوس منفوذه، وزيد صيف وعروسات ومن هنا وبحر وسلاعه، الناس متنفذت ما عادش عندها. لا احنا ديما نعرف متى بعد العيد بالشهر الجزار يقعد مسكر، معناتها ما فماش حركه كبيره، ما يخدمش برشا. يقول لك بعد بالشهر تجي العروسات تجي السيف، معناتها يرجع يخدم شويه يستقاتل شويه. تو احنا من العيد لتو احنا قاعدين، رجعنا الجمعه هذه قبل راس العام الهجري هذايا، خاطر شويه حركه في اللحم البقري، اما العلوش ما ثماش. اما من بعد معناها تسخن الدنيا شويه، العروسات وفروحات وطهورات وجماعه الحج يجي، وفما شويه حركه من بعد. تو جماعه قبيله كلا يمين فما الحجاج روحوا، ثم شويه ومن بعد طاحت جمله. بصراحة الجمعة هذي قدش من عجول تذبحها؟ انت ما يسقطش من عجول هبك؟ لا ما هبطش، هبط عجل. لا لا عجل هذاك هو وصغير، فيه متاع 210 ميزان، وهذاك هو بات. وهنا قاعدين شوف الفترينة فارغة، ها الفريجيدير نوريها لك. اه زر سيدي. شوية ما فيها. شوية هذي تاع مركيز. ها وليتها. نقولوا الحمد لله ما شاء الله، معناتها السلعة خرجت. الحمد لله خرجت السلعة، خرجت البقري، الناس كلها خدمت البقري. بصراحة أنت تو ما شاء الله عليك، معناتها من كما بلغتنا احنا نقولوا من العروس نتاع السوق، من القدماء نتاع السوق ما شاء الله، من عام 80 اللي نعرف أنا معناتها. بصراحة كنا مقارنة بين قبل وتوا. قبل قداش كنت من عجل معناتها في الجمعة، وقداش كنت من راس غنم معناتها راس علوش في الجمعة، وتوا قداش؟ في الجمعة قبل ثلاثة زوايل، ونخدموا 50 علوش في جمعة كاملة. ثلاثة عجول و50 نهار بعد نهار 15 علوش. كانت خدمة قبل، كانوا جماعة. أي في الجمعة أي. كانوا قبل. لا في الجمعة كانوا قبل جماعة البطويات كشناوة يجيو. الوتلة كانت تخدم، ما كانش كارفور قبل والجيون. كان مرشي السنترال هو المنبع نتاع العاصمة الكل، كل يجيو لهنا. كانت الخدمة كانت الجو كانت المانت لهنا الفرنسيس، ويجيونا جماعة السفارات يقضيو. تو ما عادش. كلها هربت للجيان والكارفور، يلقاو الاسباس ويقعدوا يحطوا كراهبهم. ذيقت هنا ما عادش. توا شويه نخدموا مع الجيران لهنا اللي يسكنوا مع الرسترونات تاع شارع حبيب بورقيبه. الدوائر هذوما كهو. توا وليتوا قداش من زايل وقداش من راس نتاع الشطر؟ انا شطر عجل يبيعوا حتى بالشطر مثال، وناخذ 5 علاش في الجمعه. كان طارت هذه ما عادش خدمه. العلوش شيء ما فيه ساعه نشروا فيه ب 47 ونبيعوا فيه ب 43. نحيتوا العلوش جمله. هذه زاد تو باش نحكيو فيها الظاهره، هذه المعضله الكبيره اليوم. اغلب الجزائر يقول لك ان العلوش استغنيت عليه، كي تسالوا علاش يقول لك التسعيره. ما احنا نعرف وزاره التجاره سعر 43، ونعرف التسعيره تقعد صالحه مده 6 شهور. اغلب الجزائر يقول لك انا راني مانيش نبيع بالتسعيره هذه، مش نهبط علوش اصلا، على خاطر ما يساعدنيش نبيع بالخساره. صحيح هذا ولا صحيح؟ كلامك صحيح. ما نجمش الفرنسير نتعاملوا معاه سنين الله، يعني بيع لنا فيه ب 47 بسم الله قرون، فهمتني؟ والحاكم سعره ب 43، فهمتني؟ ما نجموش. 500,000 توا خدمت جمعه هبطت علوش 500,000 خساره خليتها، اقسم بالله العظيم 500. وزيد ناخذ محضر زاد ووريتهم باش الشراء ها ب 47، عملوا لي محضر الحمد لله نوريهم لك ها. محضر اي. ها ها. محضر وريته باش شاري ب 47، قال لك لا بيع ب 43. هو يرحم والديه نتاع الاسعار، تفهم فهمتني؟ ومشيت لهم غاديكا وتفاهموا معايا، وريت لهم باش شاري تفاهم. نحاو المحضر ما قالوا لي هاكم ب 43، نبيع ب 43 خويا. شنو نعمل؟ ناخذ لحم الشارف خشين، نعجه ولا بركوس خشين نحط عليه 43. اما السلعه الجويده نتاع 15 كيلو 14 كيلو ب 47 بالقرو. ما عندي فلنا سير خلاص. نحيي فيك صراحتك، وهذا معناتها برسك قرارك مش انت كهو، قرار اغلب الجزار كل يوم. معناتها يقول لك انا ما عادش نخدموا جمله، وكان باش نخدم علوش راني باش نخدم النعجه ولا باش نخدم الشير في البركوس. لا حقيقه هذه نحب نوصلها للسلطات، نحب خلي يسمعونا الوزراء والمسؤولين. ما نجموش نخدموا الجويد. تو الكليون كي تعطيه لحمه شارفه مازال باش يرجع، ما عادش يرجع. وكي ياخذ حيمه طريه يرجع ويجي. يرضى الكليون يقول لك ناخذ نص الطل نتاع 48 و500 و49 خير ما ناخذ نص الطل نتاع 43 يبدا يابس. خير ما ناخذ طل نتاع 43 ناخذ نص الطل نطعمه ويبدا طري وبنين. خير ما ناخذ لحم شارف خويا. وانا المواطن معليه شنو راه؟ قداش عندك؟ قداش شهريته؟ قداش في مكتوبه؟ معناها تجي تلوم تعذر هكا منها تكوي ومنها تكوي. المواطن يساعده حاجه رخيصه.
قداش اريته. وإحنا ما يساعدناش نبيعوا رخيص، كان يرخص لنا الفرنسية احنا، مش خاص مش خاص الحاكم كان يجيب لنا العلوش من برا، كان يجيب الحم مش حتى حي، يجيب لنا مذبوح. تو نخدموه ونخدموا بالقدا، دوروا في الفلوس، كي فاتوره الضو مليون ونص نوريها لك تو، تريميست شهرين مليون ونص. الماء كيف كيف ما نحكيلكش، البلدية والأدائات، دار الأولاد، الدنيا، حتى احنا عندنا شارج راه، قداش مش الحم، الشارج تاع زايدة وخمس قابات علوش، قداش باش يصور فيها؟ واحد ما يصور فيهم حد شيء بالخساره. اليوم سمعنا عديد معناتها من الخبراء من ولاد الدومين يحكي ويقولوا معناتها احنا نعطيو حلول للدوله، ومن اهم الحلول اللي نقترحها له مع الدوله على الاقل تستورد لنا العلوش من برا، يجي على الاقل تعمل توازن، توازن معناتها الكفه تطلع شويه في السوق، يرخص كي يكثر الطلب يرخص. صحيح هذا ولا صحيح؟ كلامك الكل معقول. توريت كي يجيب اللحم من برا تيح السوم في الرحبه، في الرحبه السوم يتيح شويه. السوق الفلاح يقعد له على غاديك بالسيف عليه يلز باش يطيح السوق. الفرنسير كيف كيف تقعد له سلعه في الكوري بالسيف عليه باش يطيح. واحنا شخص كان يجيب لنا الحاكم؟ انت معاه؟ معاه حتى رئيس النقابه قلنا له سي احمد العميري يجيب لنا خويا اللحم مذبوح، فهمتني؟ خل تطيح شويه السلعه، ترخص شويه، خلي المواطن يطعم اللحم. والله اللحم تاع البر اللي جابوك العوام خير من اللحم تاع تونس، النكهه والبنه الكاليتي والبنه وعالي حاجه اخرى. مش واحد في تسريح قديم شويه العميري وقت جيت معناتها مع العيد قاكرا سوم الاضحى معناتها بستطلع برشا، وكيف كيف زاد قال معناتها في انتظار ثلاثة أربع شهور اخرين بعد الشهر معناتها بعد العيد باش توصل تفقد العلوش، ما عادش تلقاو العلوش جمله، راك تلقاو اسهم خياليه، باش نحكيو على 50 و 51 توصل حتى ل 54 دينار. يوصل ل 60 فهم بلايص وي كان انت تدورها تبعت ب 120 سنه دوره نتاع علوش تعرف كرشه وكبده ب 100 وتبعت فما حتى ب 120. منو المواطن قداش منا برجولية، واحنا زاد قداش منا، جبدنا جبدنا عين يلزوا التاجر باش يغش ويترفك باش يلقى روحه. الشيء هذا يلزنا للسرقة راه ثلاثة من الناس، ثلاثة عائلات، ثلاثة وساعات أربعة كانت تلزوا كانت الخدمة. تو ما عادش هاني وحدي نخدم هاكو، فما واحد منهم يبيع في الساشيات كان يخدم هنا من اي والله العظيم نهزك ليه وشوف ززار صناعي صناعي خدم مع المالك مش واحد مع الفرنسيس صناعي مش نرمال هاكي بيح في الساشيات منين باش نعطيه؟ والله هكاك تحبوا الدوله خطيه هي الدوله من ولاد الحلال كما نقولوا. واحد خلينا نعطيو لمحه صغيره مع طول المواطن على الاسعار، يقولوا اللحم باهي اللحم مفروم قداش يخدم؟ اللحم مفروم فما نتاع تونس محلي ب 42 وثم المستورد ب 35 و 600. الفرق هيك الديفينيس ما في حتى فرق، هو راه الكاليتي على الكاليتي نتاع تونس خير وبن مش كيما الفريجيلي جاي من برا. الفريجيلي جاي من برا معناها ما يصبرش تو الدنيا سخونه، اللحم تاع تونس الفريسك يصبر وهو كان مبرد ويجي من الكاميون ومن الطاير من البطو وهبط ووزن وعم يعرق يكحال نهار كل علاش الزازاره تو هربه منه نهار كله هم يقشروا فك يقعد من غدوه كيف كيف عاود قشر ما يتباعش عاود قشر. المرقاز قداش يخت؟ المرقاز نورمال ب 25 ثم مرقاس سبيسيال ب 45 ب 40 ناس. نورمال شنو السبيسيال؟ نورمال كيما نقولوا احنا ضلوع مفرك هذه صدره شويه شحم منه ومنه ونعملوه اي وفما اللي يحب السبيسيال يحب هبره ونقص له الهبره قدامه ونفوحها هبره عجول. وعندي الماكينه هذه تاع مرقاس نخدم له بالوقت بالوقت نخدمه يجيب معاه الفاح ولا نشري له الفاح اي اللي يحب له او ما خلش من 6 كيلو خاطر الماكينه ما تهزش البقري بقداش يخدم عندك؟ عندي 42 محلي محلي بتاعك والمستورد ب 35 و 600 انا ما نخدموش المستورد. العلوش قلت لي ما نخدموش العلوش نتاع البرا ولا نتاع تونس؟ نتاع انا تو نتاع البرا مازال ما جابوش نتاع تونس نخدم فيه هاي بقداش تبيع فيه؟ انا حاط الطرف نحط الخشين البركوس ولا الناج نحط 43 اه معناتها تحط البركوس الكبير معناتها الشارف والناج اي نحطها من برا ب 43 والجويد اللي يوصيني يحب على سلعه باهيه نجيبه من البطوار عبذمته هو باش ما نلقاش في مشكله مع جماعه الاسعار نقول له السوم راهو هكا وهكا مثال تبدا عنده فرح ولا حاجه ولا ريستورون كبير عندنا برشا ريستورونات حتى ملاك يهبط من المدينه العربي جامع الزيتونه وكل ما شيء كل يجيو هنا فما زنزانه قاعده تخلط تو فما انا نقول لك زازار مش هنا في المارشي فما هنا فما البر باش يخلص لازم يخلط كيفاش؟ يغش فهمتني؟ يغش ياخذ البقري البارك كيما نقولوا احنا في راي يمشي في المفروم ويمشي في برشا حاجات في الهمبرجر في المرقاز في
الحمد تهز هذه يا خو رخيصه والحمد الحمد معناها كما نقولوا معناتها سقاطه معناتها ذاك الفراي من هنا ما نرفعش نبيعوا للعباد انت ما تروحش بيه لداركم يعني ما نرفعش نعطيه للعباد مش نعطيه لداري انا داري ما قطوسه ما نرفعش باش نعطيه له من فما ناس تخدم بيه وتعاون بيه يخلطوا بيه ممكن نحكي لك فما حاجات اخرى يخلطوا بها بصراحة بك نطرحوا في الاشكال نطرحوا الحل تو انت بحكم معناتها ولد المهنه معناتها ابن عن جد احكي اعطيني الحل حسب رايك شنو يتمثل اليوم ما فماش حل ما فماش حل يلزمهم يجيبوا الحمام من برا فهمتني يلزمهم يجيبوا الحمام من برا يجيبونه حتى حي يتربى لهنا تيتم من البقر يهربوا فيه للجزائر ويجيبوا في العلوش من الجزائر مغادي والبرشني حتى الجزائريه ما عندهمش البقري وما ياكلوش العلوش والبرشني برشا ياكلوا ياسر البقري يجيبوا يبدلوا بسلا فهمتني مش خص احنا كان الحاكم يجيب لنا اللحم حي خليه يتربى لهنا وينحيوا علينا الانثى ما عادش يذبحوها شوف المغرب انت ارخص حاجه عندهم العلوش في المغرب وصلوا عامين وثلاثين ما عيدوش ارخص حاجه اللحم العلوش نطيش عندهم وهذا احنا هنا العكس نتاعنا احنا اليوم المعضله الكبيره كي تسمع معناتها فلاح يقول لك رانا نذبحوا في الناجه معناتها سامحني فضيحه معناتها لما الثروه الحيوانيه نتاعنا تفقدت سيء مشي اذا كان هي هذيك الاجيال باش تربي انت كي تقتلها تو تنحيها مش مشتلقة ممنوع عندنا قانون ممنوع عندنا قانون من قبل هم أخوي فما ترفيه في البتوارات يذبحوا أنا حقيقة تذبح العشوائي وكل مسالك العشوائية يعني فما هاي فما ليه مسالك هذوك مقضى عليهم قيس سعيد أما فما في البتوارات فهمتني فما ترفيك الناجي يعديه يطبعها طبيب ولا طبيب يعديه هاي 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 أنا حقيقة نقول خور كبير برضه خلي يسمع قيس سعيد خلي نحي له تاعه فما ورا كبير ما تقصش ما تقصوش الكلام هذا هاي واش كلامك وعلى مسؤوليتك هاي على مسؤوليتي فما ترافيك كبير في البتوارات السيد رئيس الجمهوريه اخويا تلهى بينا شويه بالقطاع نتاع اللحم وخور خرم كبير ياسر هو يعرف سيد الرئيس يعرف يعرف يتوصل له يوصل له يوصل له الكلام ويعرف كل شيء ان شاء الله يتلفت لنا اللي نحن هنا شوي للتجار الصغار اوكي تو كيما الحانوت هذه مكريه بك الحسبه وذو وماء واحد يعلم بيه ربي وناس يعلم بيه ربي فوق الفوق ان شاء الله ربي يعديها لصلاح وكهو